نعم، يبدو أنه الوضع لا سيما من الناحية الأمنية يتجه إلى مزيد من التصعيد والتدهور في أكثر من منطقة. آخر الأخبار تتحدث عن اشتداد المواجهات في ولاية غور، وبالتحديد في منطقة أو في مديرية تيورة. هناك أخبار أن المستشفى المركزي لهذه المديرية تم إحراقها، وهناك تهم متبادلة. الجانب الأفغاني اتهمت حركة طالبان بإحراق هذا المستشفى. بعض التقارير المحلية تتحدث عن أن الجيش والقوات الأفغانية تحاول استعادة السيطرة على المنطقة. أما بشأن الضحايا، هناك أرقام متضاربة، لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي، لكن المصادر التي تحدثنا معها أن المواجهات التي اندلعت منذ الأمس وحتى اليوم أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 70 شخصا، معظمهم مدنيون، وأيضا فيهم مقاتلون من حركة طالبان. بالتزامن مع هذه، هناك مقتل لـ40 من عناصر داعش في مديرية هسكمينة في شرق البلاد جلالابات، حيث يخوض الجيش الأفغاني حملة أو هجوما معاكسا على معاقل لتنظيم داعش في هذه المناطق. هناك إغلاق للطريق أيضا في الشمال منذ 3 أيام، الطريق الواصل بين كابل والمحافظات الشمالية لا سيما تخار وبدخشان أصبح مغلقا بسبب الهجمات أو الاستيلاء لحركة طالبان على مديرية بغلان. هناك حالة نزوح للمدنيين بالآلاف، حسب التقارير تتحدث أن الآلاف من مواطني أو المدنيين هذه المناطق اضطروا إلى ترك ديارهم. المواجهات تشتد يوما بعد يوم. قبل قليل انعقد الحكومة الأفغانية مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس أشرف غاني. اعتبر ولاية قندوز، غور، وأيضا فارياب، وأيضا جلالابات، ومن المناطق المتضررة من هذه المواجهات، أصدر توجيهات للقوات الأفغانية باستعادة كل المناطق التي فقدت سيطرتها خلال الفترة الأخيرة، وأيضا أشاد بدور القوات الأفغانية. بالتزامن مع هذا التصعيد في الوضع الميداني هنا في أفغانستان، الكل هنا يترقب معالم الاستراتيجية الأمريكية لا سيما العسكرية تجاه أفغانستان. هناك ترقب في الداخل الأفغاني أو توقعات على المستوى الرسمي بأن إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان ربما سيغير من الجمود الحاصل في الوضع الأمني في البلاد. لكن البعض الآخر لا يزال يساورهم شكوك بشأن نجاعة هذه الاستراتيجية. لكن المؤكد أن القوات التابعة، قوات التحالف في أفغانستان، تدخل بين الحين والآخر بين المواجهات. إذن هناك ترقب للاستراتيجية الأمريكية كما أشرت. أشكرك، وصلت الفكرة. حيث نفذت صفة الله صافي مراسلنا من كابل، أعتذر عن مقاطعتك وشكرا لك.